الاسبوع اللي فات؟ كويس. هنا قلت لي ان انت معاك رشد مصنع. اه يا فندم موجود. خلي بالك من الكلام بس، انت دلوقتي بتاخد رخصه عشان تصنع عسل. بالظبط. كويس ان شاء الله. وعندك مصنع بينتج العسل. الحمد لله. كويس. انت كنت عايز مني ايه؟ كنت عايز حضرتك السجل الصناعي. عشان تعمل ايه؟ عشان ان شاء الله ابدا اسطر. هو كده ما عشان بس الناس تفهم. تمام. انت عندك رخصه وبتنتج العسل. بالظبط. لازم تقول الكلام ده للناس. ما انا خدت يا فندم. انا لا انت بتقول انا خدت مده الانشاء 6 شهور. لا انت خدت مده الانشاء. طلبت عملت استئناف. اصحى طلبت مده ايه؟ طلبت مهله استئناف. اسمها ايه مهله؟ استئناف معامل. اسمها مهله زياده عن الثلاث سنين. بالظبط. بس المباني فيها. توضحها برضو. انا مصر الكلام يوضح. بوضحها عشان الناس. انت خدت رخصه ثلاث سنين. انت خدت رخصه ثلاث سنين للشغل ما خلصتش المصنع. نتيجه ان انت ما عملتش دراسه جدوى وخساره ليك. نتيجه ان انت ما وفرتش الامكانيات الماليه ليك. وبرضه احنا معاك. وبرضه احنا معاك. وهنفضل وراك لحد ما تعمل مصنع.